السلام عليكم. اليوم راح نحضر سوا الصفوف. هي أكلة لبنانية بتشبه الجاتو بس ما فيها بيض ولونها أصفر لأنه بنحط لها عقدة صفرة. مكوناتها سهلة وطريقة تحضيرها كتير سهلة. بتحتاج 3 كبايات طحين فرخة، 2 كباية طحين حلويات، 2 كباية زيت نباتي، و2 كباية سكر بتذوبيهم ب2 كبايتين حليب. وبتحتاج عقدة صفرة، 2 معلقة صغار مطفحين، وبيكنج باودر 2 معلقة صغار ممسوحين، وينسون ناعم 1/4 معلقة صغيرة. وللزينة بتستعملي صنوبر أو لوز، وصينية مدهونة بالطحينة. بتخلطي السكر والحليب ليدوب السكر، وبتضيفي النواشف فوق بعض بيجات لحالهم، طحين الفرخة والطحين العادي والعقدة الصفرة والبيكنج باودر. تمزجيهم منيح، واليانسون كمان اذا بدك تستعمليه. تخلطيهم منيح، والسكر بتذوبيه منيح بالحليب. اذا ضل شوي مش دايب مش مشكلة. وبضيفي الزيت فوق الطحين وبتخلطيهم منيح لحتى ينمزج الزيت معهم مظبوط، بصير شكله هيك. هلا بتضيفي الحليب والسكر وبتحركيهم منيح بمعلقه او بالهيدا الخلاط اليدوي، يعني مثل هيدا لحتى يبطل في عندك كتل. ما بدهم كتير خلط، يعني دغري بيمزجوا. هيك صار الخليط جاهز، فيك تتركيه ساعتين يرتاح. انا ما تركته، كنت مستعجلة وسكبته دغري بالصينية، كمان بيمشي الحال، بس اذا معك وقت تركيه ساعتين بيكون احسن. وبترشي فوقه الصنوبر او اللوز حسب شو بدك تستعمله، هيدا قبل ما تفوتي على الفرن. بفوتي على الفرن تقريبا بده شي نص ساعة، بتراقبيه كل شوي وبس يخلص هيك بيصير شكله مثل ما شايفه. كتير طعمته طيبة وبنصحك تجربيه. يعني هيدي أول أكلة أنا تعلمتها لما كنت صغيرة، يعني لما كان عمري شي 12 أو 13 كنت على طول بعملها. وإن شاء الله يعجبك.